قفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وينك يا اخوي؟ شبيك يا توتو اللي تاكل؟ الحمد لله. شبي خويا شبي خويا؟ عندك طبيب الحصان يا رسول الله؟ هي كنت لاباس عليك، كنت طنطش شقهني توليت تفبري، يدك عامله فيك هذي. عامله فيا يا اخوي، لا حول ولا قوه. من الحصان نتاع المراه مرتك وانت شبيك هكا تخش عليك عفس عليك دباب؟ كي تشوف مرتي انا هكا نكمل لك. المراه عندها زهايمر. عندها زهايمر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شوف كيف دخلتك بعدك هكا تحط البراده على الغاز اللي نتحرك من الزهايمر. خدي عمرها هي مرتك. دبشي دبشي ها. حددته حطيته في بيت الثلج في الفريج ديرك. من الزهايمر؟ من الزهايمر. هي خدي عمرها بوها بوها ها. بوها جاب حذاه بعد نهارين لقات لي جارنا جاي يسلم عليك. لا حول نسيت مخها تقلب. ولد الولد ولد شديتها تنفخ في الولد. هي. قلت له شنو؟ قالت حاب يلعب بالبالون. بالله نزيد نحلف. هي ملاوين المراه توا. ها انا عند الطبيب ما هو ناسيه. ها هي في العاشر. هي وناسيه راح سرحب لها هي وباش تولد. ها ما لابس طويل ما هو شفتها باش تولد. يا اخوي انت ياك بزهرك يا اخوي صاحبي. انت بايستها في السبيطار. انا كنشوف مرتي انا اش عامله معايا. اشبهها زين اللي عملته مرتك انت كل حلوه. كان انا مثلا حطيت لي الحوايج في الفريجيدير حلوه حلو. كان نسيت لي بابا اسمه حلوه. اي كان حطيت لي الخضره والطماطم وكل في القلص نورمال حلو. يا ودي كل شيء حلو. حطيت ليش الطفله في الغساله تجبد لها بشعرها عادي. مرتي انا مرتي انا من الزايمر يا صاحبي. اشبه وليت انا ندق الباب. هي. وهي تحل الباب وتصيح صيحه واحده شكون وتعمل لك وتهبط علي بالها وتطلب لي الشرطه.